ينضم إلينا من طهران الدكتور حكم أمهز الأكاديمي والباحث في الشؤون الإقليمية. أهلا بك معنا عبر شاشة الغد. أبدأ معك من طبيعة المرحلة المقبلة تحديدا في الداخل الإيراني، وهل لهذا الحادث تداعيات مباشرة في الداخل الإيراني؟ بطبيعة الحال له تداعيات، ولكن مباشرة بمعنى الجوهري لا أعتقد هذا الأمر، لأنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعودت على هكذا حوادث. يعني نحن نذكر أن الإمام الخميني قائد الثورة كان معشوق الجماهير، وكانت جنازته عندما توفي أكبر جنازة في التاريخ، كان فيها الملايين. وبالتالي بعد 3 أيام كان هناك تعيين مباشر لقائد الخلف. أيضا عندما اغتيل الرئيس الوزراء الأسبق محمد علي رجائي في العام 81، أيضا كان هناك أيضا مباشرة عملية تغيير. كان هناك أيضا حوادث حصلت في التاريخ الإيراني، وبالتالي استفادت إيران من هذه التجارب لكي تعزز كل الثغرات التي يمكن أن يقع فيها النظام في حال حصول أي فراغ دستوري أو قانوني. وبالتالي الآن يعني ما حصل بطبيعة الحال هو مؤثر، يعني هناك تضامن، هناك حزن، هناك ألم من هذه الحادثة التي حصلت. ولكن على المستوى الداخلي هناك بدأ الانتظام، يعني كما أشرتم الآن لقائد الثورة يعني كلف بشكل مباشر نائب الرئيس محمد مخبر بالإعداد لانتخابات رئاسية خلال 50 يوما بالتعاون مع السلطتين البرلمانية والقضائية. وبالتالي هذا يعني أن هذه الحياة تسير. وبالأمس كان هناك موقف لقائد الثورة أيضا أكد فيه على أنه البلاد تسير ولن يكون هناك أي خلل في عمل البلاد، هذا ما أكد عليه. يعني عمليا نحن نتحدث عن رسالة يوجهها قائد الثورة إلى الداخل بأن هناك انتظام في العمل العام، وأيضا على المستوى الخارجي أنه نحن ملتزمون بما تعهدنا به في اتفاقاتنا وفي تعهداتنا مع الدول الأخرى، سواء كان في الدول الجوار أو الدول الخارجية. فعمليا أنا أعتقد أنه هذه الحادثة مؤلمة مؤثرة على المشاعر الإنسانية. طبعا بصمات المرحوم الشهيد محمد إبراهيم رئيسي ستبقى موجودة. أيضا يجب أن لا ننسى أيضا الدور المكوكي والدور المكثف للدبلوماسية الإيرانية برئاسة المرحوم حسين أمير عبداللهيان، سواء كان في موضوع الاتفاق النووي، عفوا الاتفاق السعودي الإيراني، أو في العلاقات مع الدول العربية أو مع العلاقات مع غير الدول العربية. وكانت يعني كانت هناك حركة دبلوماسية مكوكية مشهودة لهذا الرجل. فلذلك بصمات هذين الشخصين بطبيعة الحال ربما تفتقدهما إيران، ولكن إيران ولادة. ربما يعني نشهد يعني أشخاص يقومون باستكمال هذا الدور بشكل ربما أفضل بنفس البصمات. سأعود معك إلى الداخل، ولكن كنا نتابع بالعاجل عن يعني تصريح لرويترز من أحد الشخصيات الإسرائيلية يقول أن إسرائيل غير متورطة بهذا الحادث. وهنا أعود لأسألك، لماذا لم تصدر بيان إسرائيل أو لم تصدر أي موقف لغاية الساعة، وما الفرضيات فعليا المطروحة اليوم في الداخل الإيراني حول ما حصل لمروحية الرئيس الإيراني؟ شوفي، أولا في موضوع الإسرائيلي، يعني الإسرائيلي معروف أنه عدو الأدد الأعداء لإيران. يعني إيران هي تقول أنها مستعدة لأن تقيم علاقات مع أي دولة في العالم باستثناء الكيان الإسرائيلي. وبالتالي الإسرائيلي دائما حتى عندما يقوم بأي عمل ما هو يعني لا يصرح. وعندما يصرح في هذا الأمر بأنه لا يريد أن يصرح، هو يريد أن يوجه إيحائيا أنه هو من يقف خلف هذه الحادثة. لكن فيما يتعلق بالتحقيقات القائمة حاليا حتى الآن، يعني ليس هناك من معلومات رسمية حول التحقيقات، ولكن في المعلومات المتوافرة التي تابعناها خلال الساعات الماضية منذ حصول الحادثة، الحادثة هي الأرجح يعني بنسبة كبيرة جدا 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 أن تكون هي ناتجة عن عمل، عن خلل فني أو اصطدام بالجبل نتيجة الضباب الكثيف. أما أن تكون هناك فرضية أمنية، أنا أستبعد هذا الأمر. لكن حتى نكون يعني شفافين أكثر في هذا الموضوع، أن إيران قبلت التعاون الروسي، المساعدة الروسية. وعندما نتحدث أن إيران قبلت هذه المساعدة، حتى أيضا قبلت المساعدة الصينية،
هذا يعني أن إيران لا تريد أن تكون هناك أي أمور غامضة في هذه الحادثة، لأنه الفريق الروسي سيكون موجود عند الطائرة، والفريق التركي سيكون موجود أيضا عند الطائرة، بالتالي إذا كان هناك من خلل أمني أو في التفجير أمني أو كذا أو عمل مدبر، هذا سينكشف في الطائرة، وبالتالي إذا أرادت إيران أن تخفي هذا الأمر، الروسي والتركي سيكشفانه بطبيعة الحال. فلذلك إيران أرادت أن تقول أنه نحن شفافين في هذا الموضوع إلى أقصى حد، وهناك أيضا شهود على هذا الأمر. إذا كان هناك عمل خلل فني يحاسب المقصرون، إذا كان هناك من عمل مدبر، وهي الفرضية الضعيفة جدا جدا، يعني نحن نرد على قام بهذه هذا العمل الأمني ولدينا الجرأة الكافية، وقد قمنا بذلك خلال الرد على القنصلية الإيرانية في نعم. دمشق. تفضل بالبقاء معنا من طهران الدكتور حكم، ودعني أشرك معنا من بيروت الجنرال وهبي قطيش الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك معنا دوما عبر شاشة الغد. جنرال وهبي، يعني كما كنا نتحدث مع الدكتور حكم من إيران، يعني يستبعد أن تكون العملية مدبرة، ما رأيكم؟ ما السيناريوهات المطروحة اليوم فعليا، وكيف تحللون ما حصل لنشهد على مصرع الرئيس الإيراني اليوم؟ لا يمكن الحكم على أسباب هذا الحادث قبل التحقيق الذي يحصل خاصة في إيران، فإذا كان هناك حادث أمني مدبر سوف تصرح إيران بأن هذا الحادث الأمني مدبر وتعطي الأسباب وكيف حصل، إنما حتى الآن لا يمكن الجزم بأسباب حصول هذا الحادث، ولكن ما يمكن الحكم عليه هو أنه يعني طائرة رئيس ورئيس إيران، وهي تنتقل في ظروف كما يقال صعبة، إنما يفقدون الاتصال معها من الناحية الرادارية ومن الناحية بعد الحادث المؤلم لا يمكنهم الوصول إلى معرفة أين سقطت هذه الطائرة. ثانياً، هناك طائرات كانت مع هذه الطائرة، كيف وصلت هذه الطائرة إلى هذه الطائرات إلى تبريز بينما طائرة الرئيس فقدت ودون أن يعرف أحد كيف سقطت أو لماذا سقطت، أو الطيارين الذين كانوا يرافقونها لم يقولوا أي شيء. يؤسفني القول أن المكنة العسكرية الإيرانية هي ضعيفة إلى حد ما بعد هذه الحادثة، وقبلها إرسال تلك المسيرات إلى إسرائيل والتي لم تكن تعطي نتيجة المتوقعة، وجاءت هذه الحادثة لتفضح وتكشف الخلل في الآلة العسكرية الإيرانية التي تدعي. ولكن ذكرت نقطة جنرال وهبي، ذكرت أنه إيران التي ترسل المسيرات والتي تصنع المسيرات، لماذا لم تكن متأكدة في حال كانت الفرضية تتعلق بالأحوال الجوية؟ لماذا لم تكن متأكدة أو هناك استراتيجية معينة لفحص الطائرات قبل إقلاعها؟ وهنا نتحدث عن طائرة رئاسية. يعني طبعا عندما نقول أن إيران تصنع المسيرات، ولكن لا تصنع المسيرات المتطورة جدا، يمكنك صنع طائرة ومسيرات، ولكن إذا لم تتوفر لها الآلات الحديثة وآلات الاتصال تبقى كأنها صاروخ. عادة عندما ترسل إيران المسيرات إلى روسيا هي بمثابة قذائف انتحارية ترسلها روسيا إلى تستخدمها في الحرب، لذلك لا يعني أنه من صنع المسيرات هو متطور تقنيا في هذا المجال، لا، إنما صناعة المسيرات شيء والتطور التقني داخل هذه المسيرات أو غير المسيرات شيء آخر. ولكن هنا نتحدث عن صيانة، يعني أقله طبعا هناك خبراء على علم بالصيانة لإصلاح هذه الطائرة. جنرال وهبي تفضل بالبقاء معي.